انا بقى انا عايز اكلمك بقى على الاهلي والزمالك بالاخص، ان ده اكيد ده ظروف لوحده، بس عايز بقى اول يوم وانت داخل اوضه اللبس في الاهلي مين اللي استقبلك؟ لا استقبلي والله اللعيبه الكبيره كلها، يعني كان كابتن شفيق كرامي طبعا هو اول واحد قابلته في وشي. اكيد بيبقى ليهم موقف مع اللعيبه الجديده كده، بيخشوا مدخلينك في المود بسرعه فبينكشوك. لا والله خالص، يعني انا اصلا ما بروح مكان بطبيعتي او كده، ما بحبش يعني انا ببقى ما في اكيد طبيعي اروح مكان مش عارف حد فيه كتير، ما كانش فيه غير تريزيجيه ورامي هم اللي كانوا عشان كانوا معاه في المنتخب، وكان عمر بسام تقريبا بس، فهم كان يعني اقرب ناس ليا في الفرقه. بعد كده تاقلمت بقى، خدت مع الفرقه، كان كابتن ابو تريكه، كان حظي حلو الحمد لله انا لحقته فتره بس مش طويله قوي. بس طبعا عايز موقف ليك مع ابو تريكه، اكيد في السنه دي في موقف حصل. لا والله يعني هم ما اعتقدش ما تذكرش يعني كان في موقف يعني جابش في جون في التقسيمه. لا بيجيبوا جون في اي حد يعني، كابتن وكده بيجيبوا جون في اي حد، واي حد يتمنى يعني كابتن ابو تريكه يجيب في جون. وطبعا كابتن الجمعه، كابتن عصام غالي وعاشور وشريف عبد الفضيل، كابتن عصام عاشور، كابتن شريف عبد الفضيل، كابتن شريف عبد الفضيل مرات طبعا في الاسماعيلي من ورا صغير، كابتن عبد الله السعيد برضه، كابتن وليد سليمان، كابتن نجيب عشان ما انساش حد. انت كنت يعني رايح كابتن بركات. كنت رايح انت واحمد خيري ولا انت بس ساعتها؟ لا انا رحت قبل كابتن خيري، رحت قبل كابتن خيري بشويه، وبعد كده هو كان خلص بقى عقده تقريبا في النادي او حاجه زي كده، وكنت سلمت من بركات ولا نكش؟ انا برضه ما لحقتوش كتير، بس هو كان يعني شويه يعني لحقني، لحقته شويه بقى حاجه بسيطه برضه. ساعتها كان بطل كابتن سيد معوض برضه، كابتن احمد فتحي، يعني انا فرقه كبيره جدا. طبعا طبعا كنت محظوظ والله العظيم، يعني حتى لما زمايلي بيكلموني او بروح اي نادي وتيجي سيره الاهلي وبتاع انت لعبت، اقول لهم انا حضرت كذا وكذا، فاسامي كبيره طبعا وتاريخ، هو يعني تاريخ، انت بتتكلم في تاريخ حتى لو انت ما عدتش معاهم فتره طويله، بس انت كونك اللي انت عصره الناس دي في المكان ده حاجه تتحسب. اهلي طبعاً. وزمالك بقى، انت مره واحده كنت بعيد دخلت اهلي وزمالك، الاجواء بقى بالنسبه لك كانت عامله ازاي وانت هتلعب الماتش؟ انت واخد على الماتشات الكبيره مع المنتخب، وانت هتلعب الماتش كنت بتفكر في ايه؟ الضغوط الجماهيريه، ما طبعا السوشيال ميديا كانتش زي دلوقتي، بس اكيد كان بيوصلك رد فعل الناس. الماتش ده اصلا انا مش هلعب، يعني الماتش انا مش هلعبه خالص، اللي كان يلعب كان كابتن شريف كرامي، انا كنت احتياطي. فجي موقف تعب بنته، لما لو حد الناس تتذكر يعني موقف بنته وكده، فجاله مكالمه اللي هو لازم يسافر ببنته يوم الماتش او قبل الماتش بيوم على ما اتذكر يعني، فما كانش فيه الا انا يعني موجود، وانا لعبت قبل كده وماتش يعني، حتى الناس لما تعاملنا عادي. هو ماتش له اهميه طبعا، وكمان خصوصا كنا الزمالك كان الاول الفتره دي، وكنا بنحاول ان احنا يعني نقرب شويه المسافات عشان ننافس على البطوله وكده. فالماتش ده والله انا مش واحد واحد مش يعني مش غرور او حاجه، بس هو كان ماتش يعني اتعاملنا معاه زي ماتش، يعني هو في الاول وفي الاخر هو ماتش كاسم وكتاريخ، وكان له طباع تاني خالص وله اهميه من وجهه نظر الجماهير، وكان ماتش جماهيري خالص، بس هو في الاول وفي الاخر هو ماتش زيه زي اي ماتش، فاتعاملت عادي جدا خالص يعني، حتى الجون ما كنتش موفق فيه، بس الحمد لله يعني هي دي الكوره. وكان حتى في النادي الناس المدربين والجهاز وكابتن طارق تعاملنا عادي جدا خالص الماتش في التمرين، حتى ما كانش فيه اعداد خاصه لو مثلا الماتش لازم تراجع، لا هو كده كده التركيز كان موجود الحمد لله. بالنسبه للماتش برده يعني هو بس لولا خطا الجون ده، انما ان الحمد لله مجمل الماتش او مجمل الماتشات عامه اللي انا لعبتها مع النادي ما كانتش وحشه على الفتره اللي انا كنت قاعدها ورجعت العب، وكمان كتكوين الفرقه اللي هو انسجام الفرقه، لا دم جديد داخل الفرقه، وكمان كان الفتره دي كان مع جريدو، كان كل ماتش ابص الاقي مثلا خمس ست لعيبه او ثلاث اربع لعيبه مختلفين والله في التشكيل، والاقي مثلا الناس ما بتلعبش في اماكنها في اماكن ثانيه، مثلا الاقي واحد فندر اللي بيلعب باك ليفت، كابتن شريف فاضل ساعتها كان مساك ما اعرفش لعبه باك ليفت تقريبا حاجه زي كده، انا متذكر شريف حازم لعب باك ليفت وشريف حازم باك رايت، يعني حاجات غريبه الظروف نفسها ما ساعدتنيش يعني. اعتقد لو كان في الفتره دي لو كان في استقرار في الفرقه وفي التشكيله كانت هتفرق معايا جامد جدا يعني، جدا جدا كمان.